المرأة هذه تقول لك أنا نتلق وبوتفليقة يعطيني مليون على كل صغير ونعيش حياتي. خطير شي خطير. هذه الطلاقة تجي تطلع، هذه النفقة اللي ما تسرعش العادة كذلك تجي تطلع. ماشي بهذه الطريقة اللي رايحين نردوا المال مجراه، نعاودوا نخلوا المجتمع نتاعنا يرجع للقاعدة الأصلية وهي العفاف والحياة الهنية. شوف يا أخي، إذا حبينا نقص عدد الطلاق الشيء سهل سهل وسهل جدا. اليوم عندنا 3 شهور 4 شهور الناس يتلقوا، يعني غير يزعف يرفع دعوة أمام القاضي 3 شهور 4 شهور من بعد راهم تلق. هذا جريمة في حق المجتمع، لأن خلينا هذا الإنسان يفكر، خلينا المرأة تفكر، تذوق الحوج لما تروح لدار باباها، ما تصيفش واش تاكل، ما تصيفش واش تلبس، ولادها ما يرقدوش كيما مرتين، هي ما ترقدش كيما مرتها. خليها تفكر وتعاود ترجع لراجلها، تقول العذاب اللي معذبه مع راجلي احسن من العذاب اللي نعذب عند امواليه. ولادها كذلك لازم كما يقول لك بالفرنسوي تتبادل التقوطه. هذه ماهيش قضيه تاع ستاتيستيك. حنايا عندنا الخطا الكبير هو لما طلبوا من القضاه باش يفصلوا القضايا في ظرف زمن قصير وقصير جدا. وهذه هي الكارثه. كم الشخص يجينا من بعد ويقولنا يا ودي والله العظيم قبل ما انتبهت العمر صرت روحي متلق. والكارثه سيك يقول لك لازم المراه هذيك تعاود تتزوج بحدها باش من بعد تعاود ترجع لراجلها. القضيه الرجعيه والغير رجعيه في الطلاق، وهذا خطر كذلك لازمنا نعالجه من اليوم. اذا ماهوش بهذه الطريقه. لا جوستيس لا جوستيس بالستاتيستيك. هذه العداله لازم لها تكون واقفه على رجليها، لازم تحمي المجتمع، تحمي الاطفال، تحمي العلاقات الزوجيه، تحمي الاسره. هذا هو دور العداله. اذا كان اليوم نشتكيو من العدد، حاجه نسيبوا الحل بسيط جدا. لماذا ما نديروش 6 قضاه؟ قاضي المصالحه وقاضي الفصل. قاضي المصالحه يقعد قريب عام مع الاسره هذه ويحاول كيفاه ويعين عون من اهلها وعون من اهل الراجل. يعني كلها في الشريعه تاعنا، هنا نخطيو الشريعه نمشيو للطريق اللي ما لازمش. بعد هذا اذا كان المراه ما رجعتش لراجلها والراجل ما تكاكاش وصموا على الطلاق، هذا الوقت قاضي المصالحه يحول الملف الى قاضي الموضوع وخلي القاضي الموضوع يفصل في القضيه. ولكن ما بين قاضي الموضوع وقاضي المصالحه هنا الراجل راح يحس والمراه حست، لان القاضي راح يحكم عليه بالنفقه. وهذه النفقه فلا ربما تجي ثقيله ولاو يفكر ويعاود يرد مرته لداها. اذا واش لازمنا ندير؟ لازمنا نفكروا. القانون هذه ماشي واحد يرقد غدوه من ذاك الصباح يصيبوا، باش نديروا ماده قانونيه لازم نفكروا لها سنوات وشهور. ولازمنا نعرفوا المجتمع نتاعنا واش يحتاج المجتمع نتاعنا. هل تعرف نقول لك بكل صراحه انا قلبي راهو مدردر من هذه الوضعيه، لان اليوم عندنا الشباب نتاعنا كله حامل كافيه جوديسيير لانه كلهم دخلوا للحبس الساكن والنساء كلهم مطلقات. هذا هو المجتمع اللي حنايا متمنينه؟ لا لا ماكش هذا، حنا متمنيه الاستقرار والازدهار وكل شيء. دوك هذا القانون قلت لك الفكره نتاعو مليحه، ولكن كي نجيو نطبقوه رانا عده كوارث راح نديروها.